لماذا تسممت ليلى وابنتها سلوى؟ تبدو القصة عادية. أحمد يشتري مقاضي البيت، وليلى تفتح الثلاجة لرمي المقاضي، الفواكه والخضار هنا في الرف الأول، واللحوم في هذا الرف الأعلى، السلطة في هذا الرف. انتهت. أغلق الثلاجة. هذه سلوى عادت بسندويش المدرسة. سوف أترك الساندويش هنا في رف الباب. ثم أغلق الباب جيدا. ولكن ما هذا؟ درجة الحرارة داخل الثلاجة 11 درجة مئوية، ومع مرور الوقت الحرارة مرتفعة والبيضة مكسورة والجراثيم تنمو عند درجة الحرارة المرتفعة. وما المشكلة إن كانت البيضة مكسورة؟ المشكلة في أنه إذا كان سطح البيض ملوثا أو به أوساخ بها جراثيم ساكنة، فمتى ما توفرت ظروف نموها تنمو. وماذا أيضا؟ اللحوم في الرف الأعلى، والدم يتساقط على السلطة، الجراثيم نمت بسرعة لأن الحرارة مرتفعة داخل الثلاجة. وعندما حان وقت الأكل، بسم الله الرحمن الرحيم، ليلى تأكل السلطة وسلوى تأكل الساندويش، أما الجراثيم فهي في الساندويش والسلطة من البيض واللحم. وبعد ساعات محدودة ماذا حدث؟ أحمد يقرأ الجريدة، وسلوى بجوار أبيها، أما ليلى ففي المطبخ. آي بطني، آي بطني. يا إلهي ماذا حدث؟ ألو، الإسعاف؟ رجاء بسرعة، بابا بطني، عندي حالة، لا حالتين، بسرعة الله يرحم والديك. إذن حدث التسمم من تناول الغذاء الملوث، ماذا كان السبب؟ من البداية وضع المقاضي في الثلاجة كان خطأ، دعونا نرى ما هو الصحيح للبعد عن التسمم. هذه الثلاجة، وها هو أحمد يفتحها لوضع المقاضي. بداية نظرة قبل وضع المقاضي لدرجة الحرارة 11 درجة مئوية، هذه الحرارة مرتفعة خطأ، والصحيح تعديلها إلى 4 درجات مئوية. ثم وضع البيض واستمر يا أحمد. ممتاز. لحظة يا أحمد، ما هذا؟ بيض مكسور. والبيض المكسور قد يكون ملوثا بمخلفات الدواجن، أبعدها. الحليب أين نضعه يا أحمد؟ بين الفواكه؟ قف، خطأ، الحليب له مكان خاص في أرفف باب الثلاجة. الفواكه ثم دجاجة، أين تضعها يا أحمد؟ هنا خطأ، الدجاج لا يوضع على الطعام ولا في الأرفف العليا، الدجاج واللحوم توضع في الأرفف السفلى أو معزولا عن بقية الطعام حتى لا يقطر دمه على بقية الطعام. هذه زهرة، أين تضعها يا أحمد؟ طبعا مع الخضروات في الأرفف العليا. إذن هذا هو الترتيب، البيض والحليب والقوارير جانبا في أرفف الباب، والخضار والفواكه في الأعلى، ثم اللحوم في الأسفل. وأيضا الثلاجة الآن غير مزدحمة لتسهل حركة الهواء البارد بداخلها. هذه هي الطريقة الصحيحة، والآن أقفل الباب وأنت مطمئن. مع تحيات الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالأهم نهتم.